عاداتنا بتقول إنه المرأة لازم تضل مكان ما بيكون زوجها، فهمتي؟ ماشي خالتي، بعمل المستحيل ليحبني ساهيل ويقبلني كزوجة ويصير معي وإلي. نيدهي انتي روحي على غرفتك فوق، انا رح جيب لكم الشراشف الجديده. رح اضل بهالبيت الصغير كله بسبب الست بيملا وبسبب عنات ساهيل، كيف رح ادبر اموري؟ انتي ليش لا تكوني لطيفة مع كل هالعالم؟ فيكي تقليلي؟ هي رح تحول حياتك لتعاسة، لازم تديري بالك منها وتنتبهي. هي البنت قوية وانتي طيبة كتير. ما عم صدق شو عم تعملي. شوفي هالمنظر. ايه وشو هاد؟ انتي رح تضلي بهاي الغرفة يا بنتي؟ ماما هالغرفة مبينة مثل السجن. وقفي رح ورجيكي. شوفي بتبلش من هون وهون تنتهي كلها، وكمان ما في مكيف بالغرفة. أنا مو منيحة ماما. شش ولا كلمة، اهدي حبيبتي وخليكي ساكتة. اسمعي كل شي بدي أقوله يا بنتي. انتي لازم تضلي عندك منشان تكسبي لساهيل، وكمان تكسبي المصاري واحترام عيلته إلك. أحسن شي صار هلأ إنه فيديكا طلبت منك إنك تبقي عندهم بالبيت، فهمتي؟ القصة قصة وقت، كم يوم ورح تنحل. حاولي تتأقلمي ببيتهم وتتحكمي فيه، وبهالفترة لازم تحاولي إنك تكسبي تعاطف فيديكا معك، وبس يصير رح تساعدك فيديكا لتتقربي من ساهيل. بس اصبري، وبهالحالة أنتي رح تصيري مدام ساهيل على الواقع. معك حق يا ماما، رح أتأكد من شغلة. أنا لازم أتشكر فيديكا لأنه هي اللي خلتني ضل هون بالبيت. ماشي ماما، سلام. هاي إبريق مي وهي الشراشف. إذا لسه لازمك شي تاني قليلي، لا تخجلي. إيه؟ أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك، أنت ساعدتيني كتير بالرغم أنك مو مضطرة. ولا يهمك نيدي، ما في داعي أنك تتشكريني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.